الحقيقة يعني هذه المحاولات راح تظل مستمرة، المحاولات الإيرانية، لأن هي تأتي في توقيتات مهمة بالنسبة إلى إيران، وتختار إيران توقيتاتها بحسب وضعها الداخلي ووضعها في المفاوضات، وأيضا بسبب وضع العراق اللي هو أحد أهم يعني أذرعها اليوم مع الأسف بسبب وجود الميليشيات التي تسيطر على الوضع السياسي في العراق بالرغم من وجود شكل الدولة المعروف. إقليم كردستان بالطبع راح يستمر يحاول أن يوقف هذه الاعتداءات بمجهودات فردية، أقصد بمجهود الإقليم وحده، لأنه كما رأينا في كل الاعتداءات السابقة أنه المركز لا يتعاون مع إقليم كردستان، وإن كان قد تعاطف معه فقط في الضربة الأخيرة اللي صارت في أحد مصايف زافو والتي اتهمت بها القوات التركية. كان هذا التعاطف الحقيقة لم يكن تعاطفا حقيقيا من المركز، ولكن استهدافا لتركيا بسبب وجود علاقات متعثرة بين العراق وتركيا وبين إيران وتركيا، لا سيما بعد اللقاء الفاشل الثلاثي الفاشل في إيران وعدم عدم وجود اتفاق تركي روسي إيراني بشأن موضوع التدخل في روسيا. أنا أعتقد أنه راح تستمر محاولات ضرب إقليم كردستان، وبعدم وجود مساعدة دولية ومساعدة إقليمية راح يكون صعب جدا أن يقفون أمام هذا المنفذ الوحيد لإيران لأن تثبت سيادتها على أرضها أو على أي من المجال الحيوي حولها، مثل ما تعرف حضرتك ويمكن راح تجي بالأسئلة أنه إيران تلقت ضربات قاسية الحقيقة، هي وحرس الثوري وطلعاتها والميليشيات التابعة لها في سوريا والعراق وداخل إيران، ضربات قاسية جدا تدلل على أن إيران لا تستطيع مواجهة ما خطط لها الحقيقة من قبل أمريكا والدول الكبرى وكذلك إيران.